يا مساء الفل everybody، معاكم محمد خالد. المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم فيها عن سؤال كل الناس أكيد عايزة تعرف، إيه الفرق بين الأمريكان أكسنت والبريتش أكسنت؟ يعني الفرق بس في الأكسنت عامة، إن الأمريكان هي أكثر انتشارا شوية من البريتش. فالفرق ما بين الأمريكان والبريتش أكسنت فرق نطق الكلمات، وفي فرق في بعض الكلمات. يعني هقول لكم كلمتين، واحدة بالأمريكان واحدة بالبريتش، وأقول لكم مثال على إن في كلمة ممكن تتغير من أكسنت لأكسنت تانية، وأقول لك في الآخر إزاي تحب إيه يعني وتتصرف إزاي. بصوا، كلمة father father تي أمريكان، أو my father my father. البريتش father father father، هتحس ان في البريتش الار مش موجوده خالص، يعني هم مضاف الار بياكلوها تماما تماما. الامريكان في الار فيها ار لسانك لف حوالين بعضه كده شويه، وفي فيديو هنتكلم فيها عن حرف الار بالتفصيل. يعني ده الفرق بين الامريكان والبريتش. المثال ان ممكن في كلمه ممكن تتغير من اكسنت لاكسنت، كلمه اسانسير. اسانسير في البريتش معناها ليفت، وفي الامريكان اسمها افيليتور 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 افيليتور. تمام، هو ده الفرق ما بين البريتش والامريكان. تختار ايه اللي ودنك تستريح له والحاسس انت تفهمه بس. نصيحه مني، هو الامريكان بصراحه هي اكثر انتشارا، ودي انا هشتغل عليها طول المحاضرات. هو ده الفرق ما بين الامريكان والبريتش اكسنت. في حته عايز اقولها برضو، بالذات بقى في تعليم الاكسنت، يعني لو انت عايز تسيب يعني كده الاكسنت مش هتيجي بيرفكت 100% الا لما تكون انت عايش مع النيتيف سبيكرز طبعا في بلادهم. يعني بس ممكن تيجي ازاي؟ ممكن مثلا وانت بتنزل افلام اجنبي تقرا سبتايتل، تسمع اغنيه تقرا سبتايتل بتاعها، تقرا سبتايتل بالانجلش. اهم حاجه السبتايتل تقرا بالانجلش، عشان لو تاخد الاي تي امز الجديده او تاخد كلمات جديده، اهم حاجه تركز قوي على الاي تي امز، وحاول تحفظ الانجلش او اي لغه ثانيه بالكمل، باش كلمات كتير عشان ممكن تنساها، احفظ بالكمل احسن. في الاكسبريشنز بالاي تي امز كل الكلام ده هتثبت معاك قوي اكثر من الكلمات، ويا سلام لو في كلمه عرفتها بالمواقف بتاعها هتثبت معاك اكثر طبعا. يعني فنزل الحاجات كلها، اي اغاني او اي افلام بالسبتايتل انجلش واقرا، وبعد ذلك ارجع اسمها تاني عشان تلقط الاكسنت. بعد ذلك في براكتسين حاول انت تتكلم مع نيتف سبيكرز كتير عشان تحاول ان انت تاخد منهم الاكسنت، وطبعا الاكسنت مش هتيجي خير بالسمع. بعد ذلك كلام تسيب وقت في المحاضرة اللي فاتت to be perfect in speaking lesson. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.